الحقيقة في السابق كان الواحد يتعب ويأخذ جهد على بال ما يحصل مجموعة من الموظفين، الآن الحمد لله في مكان واحد ومؤهلين مدربين. نفس الكلام، الموظف الباحث عن العمل أمامه فرصة كبيرة التنقل بين أي شركة من الشركات. فصراحة نتقدم بالشكر لهم اليوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والغرفة التجارية على إتاحة هذه الفرصة، وإن شاء الله نتمنى أنه يكون في فائدة للجميع، للشركات وللباحثين عن العمل. الوظائف اللي احنا طرحناها طبعا هي من ضمن الأقسام، يعني قسم الاستقبال فرونت أوفيس، وفيه في الاتش ار، وفيه في المبيعات والحجوزات. العدد متفاوت طبعا بين كل فرع وفرع، يعني فروع الرادسون تقريبا حول 25 فرع في المملكة. أشكركم على التنظيم وعلى الترتيب الجميل جدا، والتواصل مع الكفاءات السعودية في القطاع وتنمية الكفاءات واهتمام الشباب في القطاع، هذا شيء إيجابي وجميل. وقابلنا كثير من الشباب اللي هم فخر لنا بإذن الله، ومقابلات كانت جدا إيجابية. احنا عندنا أغلب وظائفنا اللي هي وظائف الأوبريشن، طبعا زي ما أنت عارف وظائف السياحة والضيافة، وظائف تشريف للبلد وزي عرض للناس والسياح والأجانب اللي يجونا. فنحتاج يكون شباب الوطن موجودين بحيث أنهم يقدرون يبرزون نفسهم ويبرزون ثقافتهم وثقافة بلدهم ودينهم بالصورة الإيجابية المميزة.